احنا موجودين في المهجر وفي الشتات ليس لاسباب ماديه، ليست لاسباب ماديه، اسباب انت خليك صريح مع نفسك. ليش نحن لحظه ما تقاطعنيش لو سمحت، انا سمعتك وبعدين رديت لو سمحت ما تقاطعنيش، خلونا نكون صرحاء مع انفسنا. ليش نحن نكذب على انفسنا والناقص في انفسنا؟ كل الامور اللي نحن موجودين بسببها في خارج ليبيا ومتشردين ونعاني حياه المهجر هي لا زالت قائمه، هو الوضع السياسي داخل ليبيا. خلونا نكون صرحاء بدون اي نفاق وبدون اي كذب على انفسنا. لماذا نكذب على انفسنا؟ نحن كنا نبيل وكنا نعرف بعضنا البعض، وكل الذين ياتون ويعملون في مصطلحات ويقولوا نحن خلاص ويذهبوا الى ليبيا لا زالوا يرجعوا ويعيشوا في البلدان اللي هم تحصلوا فيها على اقامات ولجوء سياسي. هذا دليل على ان لا يتغير اي شيء في ليبيا، لان اذا كان تغير اي شيء لرجعوا الى ليبيا، ما فيش حتى ليبي قاعد خارج ليبيا وما يتمنى ان هو يرجع. مرة لي عام هنا نجري في جرتهم، لي عام هنا نجري في جرتهم كل يوم اليوم وكل مره بموعد. الحرس البلدي يجي يا اخا، ذا الدنيا كلها بدات، العالم عصابه مافيا. ما فيش ليبي كان يهاجر من قبل. الركوع والسجود هذه كلها ضد الحريه. المره خيرها بلا حجاب. ما فيش عصر الجماهير وعصر التحرر والانطلاق والبشر اصبحوا مستويين، وحوا ما كانش عندها ملابس بالمره. الجماهير رفضت ان يحكموها متاعين الدين، هاي خرافه السخافه. انت حكايه واحد يجيب مجموعه دينيه تبغى تحكم شعب، هاي سخافه. وهذه هاي الناس تقرفت من الدين لما الدين تحول الى احزاب سياسيه تبغى تحكم الناس. بتعلمنا الدين كويس، تعال علمنا والله، تعطينا درس في الدين اهلا وسهلا، اما تحكمنا. وعندما برزت الصحوة الإسلامية كظاهرة واضحة في الأعوام الأخيرة في شتى أرجاء ليبيا وتصاعد من خلالها الرفض الشعبي للسلطة، شن القذافي حملة إعلامية حاقدة مضللة للتحريف والتشويه والافتراء على تعاليم الدين الإسلامي. صاحبتها حملات قمعية وحشية متواصلة في حق كل ليبي وليبية يشتبه أن لديه التزاما دينيا. انا قاعد لحوش ولا مسك دوله، هذا رزقنا نحن ورزق مرتبات ناس بسبع شهور ما يخلصوش فيه. ظروفنا سيئه سيئه سيئه، يعني البنيه هذه يقولها وين تسكني في المعمل، يقولها تسكني كذا، لين تتعقد مع الشبي حتى تمشي للمدرسه. شفت صورتني وين قاعد بالله عليك، من 99 وانا متمرمد. نحن عانينا اكثر ما عانينا، عايشين في يعني في امور صعبه جدا. يعني انا بروحي مرضت من العمل، جاتني جلطه من الحاله النفسيه دي، وقعدت 3 سنوات. وهذا محمد بوزيد راهو يسرق في الملايين. رئيس البلاد هاك تشوف اليوم البلاد ولا صحراء مقسومه على زوج دروب، سرقات بالمكشوف بالخرام الكل بلاد من غير ما تسمي انت تعرف شكون مهلع بيت. برشا فلوس كانت ماشيه مشاريع وانجازات، مدارس صومي صحات بناءات وتعديلات، لكن ولات الكلاب فلوس الشعب عباو الكروش، سرقوا نهبوا فكوا خطفوا في الكراسي ما سيبوش. نعرف لي برشا كلام في قلب الشعب ما يوصلش، كان جا الوضع من غير ظلم راني اليوم ما نتكلمش. رئيس البلاد شعب بلاد برشا عباد بلاك لاد، هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد، مآسي بارتو وناس ما قادش فين تبات. هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصعيد. بلاد شعب بلاد برشا عباد مس بلاك لاد، هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد، مآسي بارتو وناس ما قادش فين تبات. هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصباط. صوته مش مسموع، هابط في الشارع وشوف لعبات ولا تحوش، شوف الحاكم بالمطرق تاكا تاكا.
بالوش مدام ما فما حد باش يقول له كلمه القانون اللي في الدستور ناس خوش رباه كل نهار نسمع قافيه ركبوها له بالسيف فرطان حاكم يعرف اللي هو عبد لطيف نشوف فلاح ليش تغرف انسان ما تحاش فيه زعما ترضى هالبندك عارف كلامي بك العين عارف مدام كبو ما ترضاش الشر لصغارك قالون هذا مزاج عباره واحد من صغارك يحكي معاك بالصفراس رانا عايشين كل كلاب اشترى الشعب عايشين الذل وذاقوا من كاس العذاب رئيس البلاد شعب كبير برشا عبد من سبله ثلاثة هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد العنسي بعدو وناس ما قادش فين البلاد هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصعيد رئيس البلاد شعب كبير برشا عبد من سبله ثلاثة شوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي باردو والناس ما قادش مين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصباط رئيس البلاد وطلي يحكي من غير خوف انا حكيت لكن عارف اللي نهايتي كالكفوف نشوف في برشا ظلم هذاك علاش اخترت كلام بورطا وصوني برشا عباد اللي نهايتي كان الاحلام لك مهاجرين هذه هي الكلمة الصحيحة اللي هي وصفتنا احنا كليبيين يا سيدي انت ليبي وانت تتحدث هنا الى ليبيين نحن مناش جايين من المريخ تعطينا في كلام ان نحن مناش مهاجرين نحن جايين